بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم كمارة كبارة، فود أند بابج كونسلتنج، استشاري أغذية ومشروبات، وعضو بجمعية الدعاة المصريين، وحاليا شغال شيف أوبريشن أوفيسر في الاتحاد المصري اللبناني لإدارة المطاعم السياحية. أنا بقالي أزيد من 25 سنة في المجال. خلال ال 25 سنة عاصرنا تطورات وتغييرات وتحديثات كبيرة في المجال بتاعنا، سواء في الأكل ككيتشن كتحديثات في المطابخ كمطبخ إيطالي، مطبخ أمريكي، مطبخ مكسيكي، أو كبافريج، كبارات، كشغل لاتيه أرت، كشغل سموذيز، فرابيهات، الكلام ده كله عكس على المجتمع بتاعنا، انعكس علينا بطريقة إيجابية جدا. بس للأسف الانعكاسات اللي حصلت والتطورات اللي حصلت بطريقة إيجابية على مجال الأغذية والمشروبات في مصر خلال السنين اللي فاتت دي كلها انعكس بطريقة سلبية على العمالة، بحيث إن دلوقتي بقى أي موظف أغذية ومشروبات واخد المهنة كوظيفة روتينية مش أكتر. وظيفة بيجي يقضي شغله 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات ويمشي، انا شغلي 1 2 3 وبمشي. مهنتنا اللي احنا اتعلمناها غير كده خالص، اتعلمنا ان احنا على قد ما ندي لمهنتنا وعلى قد ما نحب مهنتنا هنبدأ فيها وهنكبر فيها والمهنة هتدينا. انما كل العمالة الموجودة حاليا إلا من رحم ربي طبعا واخدة الموضوع بشكل وظيفة روتينية. فابتداء من 2002 بدأت بنفسي، عملت إيه؟ بدأت أخد كورسات أنمي نفسي أطور نفسي، وأي مكان كنت بشتغل فيه كنت أي معلومة اكتسبتها كنت بعلمها للكرو اللي معايا، طبعا باختلاف البوزيشنز واختلاف الأقسام. كنا بنعمل تريننج للكيتشن، للشيف اوبريشن، للشيف الاسيستنت شيف، حتى كنت بعمل التريننج للستيور على الديش واشر ماشين، ازاي يحافظ على التولز بتاعته، ازاي يشتغل بالكيميكالز بتاعته. الاسيستنت شيف ايه هي الجوب ديسكريبشن بتاعتك، انت شغلك عباره عن كذا وكذا، ازاي بشيك على الخامات بتاعتي، ازاي بقطع، ايه انواع التقطيعات عندي، ايه انواع الطبخ عندي، ازاي بسلق، ازاي بعمل الخضار السوتيه، نفس الكلام بالنسبه للفلور. فمن الوقت ده خدت عهد على نفسي ان انا اي معلومه هكتسبها عن طريق الكورسات اللي انا كنت باخدها لازم تكون مع الكرو اللي انا شغال معاه. ومن وقتها ومن بعد ما لقينا ان السوشيال ميديا هي أسرع وسيلة للانتشار سواء الإيجابي أو السلبي، قررنا أنا والكوادر الجميلة والممتازة اللي معايا اللي دايما بتساعدني وأوقف ظهري إن احنا نأسس شركة كاماراكو. وبالفعل بدأنا وأسسنا صفحة الفيسبوك والشانل اليوتيوب والإنستا كمان، وهيكون محتوى وهدف الفيديوهات بتاعتنا هو كالآتي: نمرة واحد، العمالة المصرية، العامل أو الموظف الأغذية والمشروبات، إزاي أنميه وأطوره من الناحية العلمية والعملية، وده اللي هنعرفه مع بعض في خلال فيديوهاتنا الجاية. وأهم حاجة إن أنتوا تشتركوا على القناة بتاعتنا وتتابعونا. تاني حاجة من ضمن أهداف شركة كاماراكو هي تطوير وتنمية الكوادر الإدارية الموجودة بره، لأنها أصبحت الآن زيها زي الموظف الصغير. أي كادر كبير بيفتكر إن هو خلاص وصل لدرجة بقى مدير، فأصبح الشغل بالنسبة له هو روتين،
رايح من الشغل وجاي من الشغل. لا، احنا هنفهم واحنا عايزين نوصل بالمدير ده ان انت تبقى ازاي ليدر، قائد. القائد هو اللي بيجبر وبيحب مهنته ان هي تستمر ويكبر فيها. تالت حاجه من ضمن الاهداف، واخر تعتبر اخر حاجه من ضمن اهداف ومحتوى شركتنا كماركو، هي مساعده رجال الاعمال والمستثمرين لانشاء مطاعم وكافيهات وفنادق بالطريقه الصح. ازاي؟ ايه هي الخطوات اللي لازم يتبعها المستثمر عشان يضمن ان مشروعه هيمشي صح وهيدر عليه المكسب اللي هو متوقعه من A to Z. وبكده نكون قدرنا نوصل هدف ومحتوى شركتنا كماركو لكل زمايلنا واخواتنا واولادنا في مجال الاغذيه والمشروبات، او بمعنى تاني من الستيور للاونر. واتمنى من الله عز وجل ان اي واحد يوصل له المعلومات اللي احنا هنقولها ان شاء الله تكون في ميزان حسناته وحسناتي. وما تنسوش تشتركوا على القناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا القيمة جدا، وتفعيل زر الجرس. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله.